مرحبا، معكم رينيم من مايكرو ميديكال. اليوم حابين نشرح لكم عن النظام الطبي الأول في الوطن العربي. مايكرو ميديكال هو نظام إداري طبي مالي متكامل. خلينا نبلش. أول إشي بنفتح الجهاز، والشغلة بعديها نتأكد إنه في كونكشن على الإنترنت، سواء كان وايرلس أو كيبل نتأكد إنه محطوط. الكل رح يحكي لي ليش لازم نتأكد إنه في إنه ضروري يكون في كونكشن على الإنترنت، لأنه إحنا مايكرو ميديكال هو كلاودينج سيستم، إحنا بنشتغل على براوزر. خلينا نشوف، وبنفتح أول إشي صفحة الكروم، وبعدين بنحط الدومين لمايكرو ميديكال الخاص بعيادة طب الأسنان dental.micro-medical.me، وهيك فتح لي اللوجين بيج. هلأ مش كل مرة أنا رح أفتح لينك مايكرو ميديكال، عشان هيك رح نحطه as default page على أساس أول ما نفتح البراوزر يبين. نحط Ctrl H، منروح على Setting، منروح على On Startup، الخيار الثالث Set Pages Dental، منحط OK، وهيك احنا خلينا مايكرو ميديكال as default page. خلونا نشوف. وهيك اول ما فتحت البراوزر فتح dental.micro-medical.me الخاص بعيادة طب الأسنان. طبعا هون زي ما انتم شايفين اللوجين بيج فيها اليوزر نيم والباسورد، كل موظف له يوزر نيم وباسورد خاصة فيه، فخلينا نفوت على اليوزر نيم يعني والباسورد. حطينا لوجين، وهيك فتح لنا السيستم مايكرو ميديكال. زي ما انتم شايفين هذا هو الانترفيس لمايكرو ميديكال. خلونا نشرح الايكونز بشكل عام. زي ما انتم شايفين في عنا في الهوم، الهوم فيها فاميلي بروفايل وهو ملف العائله، وهون احنا منها نقدر نضيف مريض ونضيف له زياره كمان. في الريسبشن كويري هون احنا بنقدر نشوف في كل عياده كم عدد المرضى ومنهم المرضى في هاي العياده. هون في الفارماسي هي الخاصه بالصيدله. الاكس راي ديتيلز اللي هي صفحه قصف الاشعه، والريسيت فاوتشر هو سند القبض لما المريض يدفع ويحاسب ولازم ياخذ سند قبض فبياخده من هون. الريبورتس اللي هي بتشمل تقارير، فيها الفاينانشال ريبورتس اللي هي التقارير المالية، انه الموظف اخر اشي لازم يسلم تقرير مالي فيسلمه من الفاينانشال ريبورتس. وفي عنا الاندكتورز ريبورتس اللي هي تقارير المؤشرات، والفارماسي ريبورتس هي التقارير الخاصة بقسم الصيدلة، وعنا كمان التقارير الخاصة بالاكس راي. بعدين خلينا ننزل نشوف الدنتال كلينيك. الدنتال كلينيك اللي هي السكرين او الشاشة الخاصة للدكتور، ولاحظوا انها بتتكون من ثلاث مقاطع اللي هي البيشنت انفو، دنتال كلينيك، والفيزيت ديتيلز، وراح احكي عنهم بالتفصيل لما نفوت على السكرين الدكتور ونشخص مريض. وعندنا الميديكال بروسيجر، وهي الاجراءات، هي الإجراءات العلاجية اللي بيسويها الدكتور لهذا المريض. وهون الريبليس فايل نمبر، إذا أنا بدي أستبدل ملف في ملف تاني فبقدر أحط الكود القديم والكود الجديد، وهن أنا هون أنا بقدر أعملهم ريبليس. الفاينانشال كفر هي التغطية العلاجية، إنه أنا بقدر أحط كل المعلومات الخاصة بالمريض وأشوف التغطية قديش بتكون. الفايل أبلود، كل مريض إذا كان في عنده ملف بده يعمل له سيف ويعمل له أبلود، إنه لازم الريسبشن يأخذ الورقة منه يعمل له إياها طباعة ويسيفها as PDF ويعملها أبلود من الفايل أبلود. الفاينانشال ديتيلز اللي هي الشاشات البيانات أو الشاشات
خاصة بالمالية، إنه هون بقدر أنا في الريسيت فاوتشر اللي هي سند القبض زي ما حكينا، في الفاينانشال كفر، وهون بقدر بشوف برضو التغطية المالية، في الكفر تايبس بشوف إنه في بحدد شركات التأمين، والدكتور برسنتج اللي هي بشوف بحدد السكرين أو شاشة الخاصة بالدكتور، وقديش نسبة الخدمة والسيرفيس. الانشورنس كلاينت اللي هي الكلاس الخاصة لشركات التأمين، وبرضه في عنا الانفويس عفوا اللي هي الفواتير، وبرضه الريسيت سيرفيس اللي هي الوصل الخاص بالخدمات، تمام. وفي عنا كمان في تفاصيل في الايكونز اللي خاصة بالمالية. في عنا هون في التولز اللي هي اعدادات الخاصة في اضافة يوزر واعطيه البريفليج والصلاحيات، والريبورتس هي نفسها التقارير الموجودة في او التقارير الموجودة في الايكون الرئيسية للريبورت زي ما حكينا. لاحظوا انه على يمين الشاشة في اعلاها اللي هي اشارة الريفرش في حال انا ضفت مريض وما بين بعملها ريفرش، إذا بدي أعمل طباعة على الصفحة، إذا بدي أبحث عن مريض أو مريضة أو أضيف زيارة جديدة من الزائد هون، إذا برضو بدي أحدد appointments اللي هو موعد منهم. لاحظوا اليوم هون عنا تاريخ اليوم اللي هو 20/12/2015، وفي AM و PM. يعني أول إشي AM و PM هي الشفتات الخاصة بهذا المستشفى، هي فترة صباحية وفترة مسائية، وهون ببين عندي المرضى في 20/12 الفترة الصباحية، وبرضه المرضى اللي في 20/12 الفترة المسائية. من هون إذا بدي أعمل تسجيل خروج أو لوج أوت من السيستم، لاحظ إنك إذا كبسنا على البروفايل وكبست على ماي بروفايل، بقدر انا اعمل تشوز فايل للصوره، الصوره اذا بحب اليوزر يحطها، وايميله، وكمان الاسم الكامل. وفي تشينج باسورد اذا مثلا كانت او حس كلمه السر صعب شوي بيقدر يغيرها، يحط كلمه السر القديمه والجديده، ويحط كونفيرم للباسورد الجديده، ويحط سيف. ومن هون برضه بيقدر يعمل لوج اوت من السيستم. اما هون هي المسجات اللي بتكون بين الموظفين الشركة او بين موظفين المستشفى نفسه، تمام. احنا هيك شفنا او لمحة تعريفية عن مايكرو ميديكال. خلينا نضيف مريض جديد ونضيف زيارة جديدة لهذا المريض، وبعدين رح يروح على الدكتور يعمل شخصه ويطلب له اللاب تيست والإكس راي والإجراءات العلاجية اللازمة، وبعدين رح يروح المريض عشان يعمل فحوصات في قسم الإكس راي ويعمل الفحوصات في اللاب تيست، وبعدين آخر إشي لازم المريض يروح يحاسب، وإذا في الطبيب وصف له أدوية فلازم يروح على قسم الفارماسي إذا كانت موجودة في نفس المستشفى. أول إشي لازم احنا نضيف مريض جديد من الفاميلي بروفايل، وزي ما انتو شايفين الفاميلي بروفايل فيها قسمين اللي هو اول اشي living conditions and situation ونيو member. هذا السكشن الاول هو القسم الخاص بعائلة المريض، والقسم الخاص بالأمور أو الحالة الصحية، الحالة الاجتماعية والصحية لعائلة المريض، تمام. والمعلومات الأساسية في هذا السكشن اللي هو الأدرس، العنوان. أما في القسم الثاني زي ما أنتوا شايفين في النيو ممبر، بيكون عنا المعلومات عن المريض نفسه. المعلومات الأساسية في هذا السكشن اسمه، الجندر، وتاريخ الميلاد. أول شغلة بسويها بسأل أنت مريض جديد جاي عنا على المستشفى ولا أجيت عنا قبل هاي المرة؟ إذا كان عنا هو مريض جديد فبحكي له لو سمحت بدي الهوية وبطاقة التأمين إذا موجودة. باخد هوية المريض وعند الاي دي نمبر زي ما أنتوا شايفين بحط رقم الهوية،
0-8-5-5-0-2-4-5-2. منحط انتر، وهيك احنا ضفنا مريض جديد. تمام، لاحظوا عنا الادرس للمريض طلع، وحكينا من المعلومات الاساسية في هذا المقطع لازم يكون عندي العنوان. لاحظوا انه انا عندي الفاميلي نمبر 0، يعني هذا المريض لاول مرة بدخل عندي على السيستم. في كمان معلومات اضافية اذا بحب الريسبشن يضيفها، الخاصة بالهاوس، بيت عائلة المريض، و ليف كونديشنز اللي هي حالة اللي عايش فيها المريض، الحالة اللي عايش فيها عائلة المريض وكيف وضعهم، وكمان بعض المعلومات. أول شغلة بسويها سيف فاميلي فايل، بعدين هيك أنا ضفت ملف لعائلة المريض وصار له رقم. تمام، صار له رقم 3. ننزل عشان نضيف المريض نفسه. لاحظوا طلع لي أنا اسم المريض كامل بالعربي وبالإنجليزي وجندر وتاريخ الميلاد وبورليشنشيب وكمان بعض المعلومات عنه. لاحظوا الكلاينت نمبر اللي هو رقم المريض 0، يعني هذا المريض لأول مرة بدخل عندي على السيستم. تمام، فلازم أنا أحط سيف ممبر، وهيك أنا ضفت ملف للمريض. لاحظوا انه صار في رقم تسلسل للمريض برضه غير عن ملف العائلة اللي هو هون عندي انا، برضه صار اعطاه رقم 3. تمام، ولاحظوا في اسفل الشاشة طلع اسم المريض، تاريخ ميلاده، الجندر، والريليشنشيب. تمام، ومن عشان اضيف، هلا هون انا ضفت مريض بس ما ضفت له زيارة. عشان اضيف زيارة لهذا المريض، اما عن طريق الزائد هون او عن طريق الزائد هون. خلينا نفوت نضيف له زيارة جديدة من الزائد لهون. لاحظوا طلع لي رقم هوية المريض، اسمه او الفيزيت ديت اللي اجى فيها اللي هي اليوم، والعيادة. تمام، والتخصص برضه هون اذا بنحب نحط المريض. هلا احنا بنشتغل على دومين او لينك مايكرو ميديكال الخاص بعيادة الاسنان. هون لاحظوا الشيفت اللي هي فترات الخاصة بالمستشفى، فترة صباحية ولا فترة مسائية. خلينا نحط المريض في الفترة الصباحية، وبرضه نوع زيارة المريض، هل هي كشفية ام هي مراجعة. خلينا نحطه كشفية. تمام، وننزل. هلا هون بنشوف شو هي السيرفيس اللي بده اياها المريض، واذا موجود فبضيفها الريسبشن، وبحط قديش المبلغ المطلوب اذا كان في كشفية، على اساس انه المريض يدفع للكشفية قبل ما يفوت على الدكتور. برضه في شغلة كتير حلوة في مايكرو ميديكال، انه في سكشن خاص بالتأمين اللي هي فاينانشال كفر او ام اكاونت. فبنكبس على الزائد اذا المريض نفسه مأمن. لاحظوا طلع اسمه، فانا هون بضيف الانشورنس نمبر، رقم المريض، الشركة المؤمنة، ايش كلاس التأمين، وايش تاريخ التأمين، من اي تاريخ لاي تاريخ الاكسباير تاعته بتكون. بنحط سيف هون برضه من نعتبر انه ما في تأمين لهذا المريض. تمام، بنحط سيف. هيك احنا ضفنا زيارة لهذا المريض وزيارة جديدة. لاحظوا انه على جهة اليمين طلع اسم المريض واسم العيادة الراحة المريض. تمام، لعيادة الأسنان وكبار. لاحظوا انه هون عندي الرقم اللي عليها المريض كان لونها أزرق، هذا بدل انها كشفية. اما اذا كان غيرها لونها غير، يعني زي الأسود، هذا بدل انها مراجعة. هيك خلص دور الريسبشن انه ضاف لي مريض وضاف لي زيارة جديدة لهذا المريض. فهلأ المريض بفوت على الدكتور، فعشان الدكتور يشخص هذا المريض بس بكبس كليك على اسم المريض، بتطلع هيك شاشة الدكتور. لاحظوا انه شاشة الدكتور تقسم الى 3 اقسام، البيشنت انفو اللي هي معلومات عن المريض، بتضم اسمه، هويته، عمره، والادرس، وتاريخ الزيارة، واذا في
تليفون وموبايل لهذا المريض. السكشن الثاني اللي هو الدنتال كلينيك. الدنتال كلينيك اللي هو البيشنت هيستوري لهذا المريض بتضل، وترتيب الأسامي انتو هاي شايفين الرسمة هي ترتيب أسنان الإنسان والمريض. خلينا نشوف هون بيقدر المريض الدكتور يحدد هل المريض بيعاني من ميسينج في التيث، انه في عنده سن ناقص، او هل انه صحة الفم عنده جيدة واللثة، وبرض بعض المعلومات اللي بحتاج انه الطبيب يعبيها. وبرضه في عنا البيشنت هيستوري. البيشنت هيستوري اللي هو تاريخ المريض اذا كان معه امراض. خلينا نشوف مثلا ممكن يسألوا هل انت بتعاني من امراض معينة، فممكن يحكي له انه انا بعاني من السكري ومنحط سيف. تمام. وكمان خلينا نحكي انه المريض صحة الفم لإله جيدة، تمام، وما في اي مشكلة. لاحظوا برضو انه البيشنت هيستوري بينت بالاسفل، تمام. وحكينا عن هاي عبارة عن رسمة الاسنان للمريض، انه الدكتور بيقدر يحدد على كل سن سواء كان على الليفت او على الرايت ايش العملية اللي ايش الاجراء اللي رح ياخده لهذا السن. ممكن هذا يكون ميسينج، ممكن هذا يكون له بريدج. خلينا نحط بريدج هون، وكمان بعض الاجراءات اللي الدكتور شايفها. وهون الأسنان يحدد هل الأسنان هي لبنية أو لا. عشان أسيب بحط أبديت للإنفو، تمام. هيك أنا عملت سيبت العمليات اللي سويتها، وكمان حالة المريض حطيتها والهيستوري لهذا المريض، تمام. هلأ إذا أجا المريض قبل هاي المرة على دكتور الأسنان، بقدر أشوف الهيستوري لهذا المريض وأشوف التست اللي عملها، بس ما في زيارة لهذا المريض لأنه المريض لأول مرة بيجي. هيك خلصت الجزء الثاني. الجزء الثالث اللي هو الفيزيت ديتيلز. لاحظوا بيّن برضو التاريخ اللي أجا فيه المريض، تمام، وبقدر انه الدكتور يحط وصف لحالة المريض، وهل هي حامل، وهل هو بحاجة للمعالجة، وهل هو فولو اب يعني لساته ولا خلص له، اوكي. وهون اذا الدكتور بحب يكتب اي نوتس. وهون في عندي الميديكال بروسيجر اللي هي العلاجات الطبية الخاصة بالمريض. ممكن انه الدكتور يعمل الاجراءات علاجية للمريض، فممكن انه يحدد شو هي. لاحظوا انه الاجراءات مكتوبة في العربية وبالانجليزية، بالعربية وبنقدر نحطها بالانجليزية اذا بحب الدكتور انه يعدلها. وعندنا هون الكوانتيتي اللي هي قديش كانت الاجراءات الكوانتيتي اللي حددتها الدكتور، والكوست للاجراء الواحد. خلينا نحط له 2 سن مع مشبك. وهلأ بيّن عندي الإجراء الطبي اللي سواه الدكتور مع الكوانتيتي مع الكوست لهذا المريض على الكوانتيتي الوحدة، وأعطاني تحت التوتال اللي هي 600، تمام. هلأ بيقدر الدكتور إنه يعمل ديليت لهذا الإجراء. بعدي عنا اللاب تيست اللي هو فحوصات المختبر. الدكتور بيقدر يحدد الفحوصات المختبر من هذا المريض ويطلبها من اللاب تيست. خلينا نطلب له سي بي سي، نحط سيف. وهيك الدكتور طلب فحص سي بي سي لهذا المريض، فرح يوصل اكيد عند صاحب المختبر انه الدكتور طلب لمريض معين لاب تيست، تمام. لاحظوا انه ما رح يكون معبي اي ريزلت لانه المريض ما سوى هاي الفحوصات اللي هو السي بي سي.
لاحظوا كمان عندي الإكس راي اللي هو قسم الأشعة، بيقدر كمان الدكتور يطلب صور أشعة لهذا المريض. نحن طلبنا له صور أشعة محددة، وهيك لما الدكتور حدد أو طلب صور الأشعة لهذا المريض بينت عنده، وكمان بتروح أوريدي عند صاحب قسم الأشعة وبعرف إنه المريض الفلاني طلب منه الدكتور صور أشعة، ولاحظوا ما في رزلت لأنه لسه المريض ما عمل فحوصات. وهون عندي الدياجنوسيس اللي هي التشخيص، تشخيص حالة المريض. الدكتور بشخص حالة المريض هل هو بيعاني من التهاب أو تسوس أو ترسبات، فخلينا نحكي إنه كان عنده تسوس في الأسنان، فالدكتور بحط عليها صح، ممكن نضيفها من هون ونحط سيف. لاحظوا بين عندي التشخيص للتشخيص الدكتور لهذا المريض، وكمان بيقدر الدكتور يعمل حذف لهذا التشخيص، وإذا مثلا بده يضيف تشخيص تاني. وكمان عنا التريتمنتس اللي هو العلاج اللي بطلبه أو الأدوية اللي بطلبها الدكتور من هذا المريض، نحط على سيلكت وبطلب الدكتور الأدوية، بعمل سيرتش سلام، فيبين عندي كل الأدوية، يبين عندي الأدوية كلها الخاصة للأدوية كلها، وبختار الدكتور الدواء المحدد لهذا المريض. تمام، ونحط سيف فيزيت. وهيك الدكتور شخص المريض وطلب له صور أشعة ولاب تيست وعمل له بعض الإجراءات العلاجية. تمام، هلا المريض لازم يروح على اللاب تيست، خلينا نروح على الاكس راي اول. تمام، فالدكتور او قسم الاشعة راح يكبس على اسم المريض ويبين عنده اسم التيست اللي طلبها الدكتور لهذا المريض. تمام، بيحدد هل هي نورمال، ايش كنت مثلا الكوست، نحط سيف. هيك هيك صاحب قسم الأشعة عبى الريزلت لهذا المريض بعد ما سوى له صور الأشعة اللازمة اللي طلبها الدكتور، وبين لي أنا الديت والتاريخ اللي سوى في صور الأشعة. نرجع هلا في حال انه الدكتور مثلا او المريض رجع للدكتور كبس عليه، بيقدر الدكتور يشوف نتائج الفحوصات او قسم الاشعة، نتائج صور الاشعة اللي دخلها صاحب قسم الاشعة. من هون نشوف انه يس نورمال، انه هيك شاف الريزلت الدكتور اللي دخلها صاحب قسم الأشعة او موظف قسم الأشعة. وبرضه بالنسبة نفس الشيء للسي بي سي. تمام، المريض طلع وعمل الفحوصات، هلا بده يروح يحاسب عند الريسبشن وياخذ وصل، فبروح على ريسيت باوتشر ولاحظ انه عندنا اسم المريض بالاحمر، هذا بدل انه المريض عليه مصاري لازم يدفعهم، فبنكبس على اسم المريض. اوكي، وطلع لي كل الخدمات اللي سواهم كل الخدمات اللي طلبهم او اللي سواهم المريض في المركز، وبنحط في هون في حال سواهم سي بي سي، خلينا هون برضه سواله دكتور ننزل مع مشبك، بنحط سيف. وهيك الدكتور او الريسبشن اخذ استلم مصاري من المريض ودفع، ولاحظوا انه راح اللون الاحمر انه بطل فيه مصاري على المريض، فبنعمل انه هلا الريسبشن لازم يسلم وصل لهذا المريض، فبنحط على برينت، وهلا بيطلع لي وصل للمصاري اللي دفعهم المريض،
بطبعهم الريسبشن للمريض وبياخد نسخة له ونسخة لهذا المريض. تمام؟ اوكي. وهيك احنا ضفنا مريض وراح الدكتور وشخصه، عمل صور أشعة والفحوصات اللي طلبها الدكتور، وراح على الريسبشن رجع ودفع واستلم وصل. تمام؟ وهيك احنا شرحنا عن مايكرو ميديكال، النظام الطبي الاول في الوطن العربي، وقديش هو كتير فليكسبل وكتير سهل ومرن، وان شاء الله تكونوا استفدتوا ويعطيكم العافية.